دكتور أحمد، اليوم الضربات على الحوثيين هي الضربات الأوسع أو بالأحرى هي الأكثر كثافة، ولكن هناك من يرى أنه حتى اللحظة على الرغم من كثافة هذه العمليات إلا أنها لا تصيب أماكن حيوية أو نقاط حساسة بالنسبة للحوثيين، ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احييك استاذه يارا وضيفك والاخوه والاخوات المشاهدين الكرام. اعتقد ان الاستراتيجيه الامريكيه والبريطانيه غير واضحه في العمليات التي تقوم بها في البحر الاحمر لمواجهه الحوثيين. هذه الاستراتيجيه ربما تكون اما حرب نصر وهزيمه وهذا غير وارد، او حرب استنزاف وهذا غير وارد، ولكن الذي ارى انا انها هي مجرد حرب انهاك فقط مع ابقاء الحوثي، وهذا من شأنه ان يسجل انتصارا للحوثيين على دول عظمى مثل الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا. للاسف الشديد هذا من شأنه ان يعزز قدره هذه الكيانات خارج الدوله تقصد على دكتور المزيد من تقصد دكتور انه بعد ربما انتهاء هذه الفتره سيشعر الحوثيون باهميه اكبر في المنطقه، بانهم قد قدروا أو استطاعوا أن يواجهوا كما قلت دول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إذا لم يتم تصفيتهم بشكل كامل؟ بدون شك. هذا باختصار، الحوثي بدأ الآن يحقق هذا الانتصارات على الداخل وكأنه هو الوحيد الذي ينصر الفلسطينيين. الفلسطينيون ينصرهم أكثر من 100 دولة حول العالم بما في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودول الخليج والدول العربية، لكن الآن الحوثي بهذه الفرقعة في البحر الأحمر هو يظهر أنه قد هزم العالم الغربي، بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكل الدول المشاركة في حالة الازدهار وفي أيضا التحالف البريطاني، وأن الحوثي هو الذي ينصر غزة. لم يضر إسرائيل على الواقع ولم يفيد الفلسطينيين، أول من تضرر هم الشعب اليمني. التسرب الذي حصل اليوم وغطى أكثر من 18 ميل، من الذي سيدفع ثمنه؟ ثمنه هو المياه الإقليمية اليمنية التي تحتوي على أكثر من 500 من أنواع السمك ومن الشعاب المرجانية الثمينة، كذلك ميناء الحديدة إذا توقفت ولكن المساعدات هناك من وتوقفت كل يقول البواخر بأنه ربما سيسرع فتح ثمن الشعب أي اليمني. جبهة أخرى، دكتور فتح أي جبهة أخرى أيا كانت ومهما كان حجمها ربما سيخفف الضغط بشكل ما، ربما سيضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية للالتفات إلى للضغط على إسرائيل وبالتالي التخفيف على غزة. هذا خيار او هذه استراتيجيه غير واقعيه، بدليل انه الان بعد اكثر من شهرين الولايات المتحده الامريكيه لا زالت تعطي الضوء الاخضر لنتنياهو. لماذا؟ لانها لا يعنيها ما يحدث في البحر الاحمر. اذا تاثرت مصر فلا يعنيها، اذا تاثرت السعوديه والسودان وجيبوتي واريتريا والشعب اليمني، ماذا يعني الولايات المتحده الامريكيه؟ هي تريد فقط ان تشاغل هذا الحوثي وتعطي الضوء الاخضر، بل بالعكس هي تريد ان تسحب شيئا من الانظار وشيئا من الاهتمام الإعلامي على ما يحدث في البحر الأحمر وبالمندب والاقتصاد العالمي وارتفاع التأمين إلى آخره، بينما تترك نتنياهو يستفرد بالشعب الفلسطيني. كذلك هي أيضا رسائل إلى الصين التي أيضا لها قاعدة أيضا في أريتريا، وأيضا رسالة أن هذه المنطقة هي منطقة نفوذ أمريكي. إذا نحن أمام تنازع الحقيقة نفوذ في المنطقة، وكذلك هو استعراض إيراني بامتياز. أنا أقول إيران قد حققت نجاحا عندما تعطي الضوء الاخضر للحوثي لمشاغله اكبر قوتين في العالم، الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا ومعها فرنسا واستراليا والدول هذه، ومع ذلك لم يستطع الولايات المتحده ان تحقق شيء. طائره تقلع من امريكا او من استراليا او من البحر الابيض المتوسط من حامله الطائرات تكلفتها اكثر من 6 7 مليون الطلعه الواحده بما ترميه من الصواريخ لتقذف او ترمي ورشه او صاروخ بلاستيكي بالستي ربما تكلفته وهذا نقاش آلاف ربما في الريالات. الولايات المتحده إذن الامريكيه، ليس هذه هناك توافق في انتقادات الخسائر.